التكتيكيه والترتيبات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. بسال قطره مال خشن. خشن موجود ان شاء الله. ايوه اصلا اسبوع ما جات. ما شاء الله تستخدمه بالنهار؟ لا يعني بالليل. يعني اكيد قبل الفطور. شو تستخدم؟ زياده التصايم قال لك عادي خلي من عندها؟ ما ادري بهاي المره. هاي اذا هو صايم يصير يخلي من عندها؟ والله هاي المساله ما اعرف بيها. هاي السيد اللي جاب وقته تقدرون تسالوه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام ورحمه الله. سيد الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. جيت بوقتك سيد. خدمتكم. هذا اذا هو صايم، دكتور مطي يستخدمها، زين هذا اذا استخدمها بالنهار وهو صايم، بيها مشكله؟ قطرة شنو هي؟ مال انف. مال انف سيد. هي قطرات الانف يكون واحد يتجنبها بنهار الصيام، لان اذا كانت هاي الماده الدوائيه تدخل للجو تسبب مشكله. عكس قطرات العين الاذن هاي ما بيها مشكله باعتبار في الغالب ما تدخل، بس قطرات الانف لا تدخل الى الجو، فيقدر يخليها بعد الفطور يقدر بالسحور ماكو مشكله. ولا فطور خليها. انا رحت للدكتور بس ما قال لي قبل الفطور. اشكرك يا سيدي. زحمناكم الله والديك. حياكم الله. اشكرك الله. زحمناك. اشكرك. حياكم الله والديك. في مال سيدنا. حياك الله غاتي.